غانم عريبي، علي حسين، كرة خطرة تلعب خطرة، جول لاعب ناطق هاشم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38. دقيقة 38 يتمكن اللاعب ناطق هاشم من تسجيل الهدف الثالث للفريق العراقي. 3-2. شوف معاي غانم عريبي لعبها لعلي حسين، علي حسين يلعبها على طول الى اللاعب ناطق هاشم يتمكن من تسجيل الهدف الثالث. 3-2 لصالح الفريق العراقي. هذا الحسين يقدر يمر من مدافع الفريق الامارات وبدون اي تردد